هل ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة في خطبة الجمعة أمر واجب أم لا؟ الترضي عن الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة هذا من عمل المسلمين ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما ومحبتهم وموالاتهم، والخلفاء الأربعة خصوصا لما لهم من الفضل والسابقة في الإسلام، ولأن بهذا مخالفة للرافضة قبحهم الله الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الخلفاء الراشدين، أهل السنة والجماعة يترضون عنهم في خطبة الجمعة مخالفة للرافضة، وعملا بقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.